تعال تطلع نايم ما تقولي شويش شويش بشويش طيب خلاص انا ما اسوي زي كذا تعال بس كنت بجربك. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح ومساء الخير على الجميع. بنفس الاسلوب اللي اتبعته مع غليص اتبعته مع الامازوني بابلو. في الفيديو القادم وخلال 6 أيام من التمارين المكثفة راح اشرح ايش واجهتني من ردود افعال مختلفة بين الامازوني والافريقي. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب في اليوتيوب والانستغرام، تابع يومياتنا على السناب شات، خبر صديقك عننا. اخوكم ابو عمر.